مساء الخير مشاهدينا بالحلقة 13 من برنامج المواجهة معي أنا وزميلي خلدون حيدر. مساء الخير لكل الأخوة المشاركين والمتابعين لمنصة مشكات على فيسبوك ويوتيوب بحلقتنا الـ14 من برنامج المواجهة. معي أنا خلدون حيدر ومع زميلتي ميديا حمدوش. بعد 10 سنوات على قيام الثورة السورية، لابد من مراجعة شاملة وتلمس أوضاع الصراع الراهن ووضع حلول ممكنة التحقيق لمصلحة الأمة السورية. نتيجة أسباب قريبة وبعيدة اندلعت الثورة السورية العظيمة، ولكن قدر الثورات أن تخرج من أيدي الحراك الشعبي الذي بدأها لتقع فيما بعد في أيدي جماعات سياسية وعسكرية تشارك بالثورة بعيد اندلاعها ثم تركب موجتها لتحويلها لأهدافها الخاصة مخالفة بذلك أهداف الثوار. هذا ما حدث للثورة الفرنسية التي انتقلت من يد الشعب إلى يد قائد عسكري نصب نفسه إمبراطورا. أما الثورة الروسية فبدل أن تضع السلطة في يد مجالس العمال والفلاحين المنتخبة وضعتها في يد طبقة بيروقراطية رأسمالية يقودها أمين عام حزبي تحول سريعا لقيصر جديد. كذلك الثورة الإيرانية. الثورة الإيرانية انتقلت إلى رجال دين ركبوا الموجة وأقاموا حكما قمعيا يتستر بالدين ويحصر السلطة بيد مرشد أعلى غير منتخب من الشعب. هل الحال في سوريا كان أفضل؟ هذا ما سنبحثه في مواجهتنا الليلة مع ضيفنا الكريم. أهلا، مساء النور. تحياتنا. أهلا وسهلا فيكم، ومتشرفين أنه نشارك بحلقة من برنامجكم اللي هو المواجهة، مواجهة يعني مع الشخصيات اللي العامي. خليني أقول شرف كتير لنا دكتور برهان حضورنا معك لليوم. أنت فعلا من الشخصيات الوطنية السورية يلي كتير من يعني متابعينا ومشاهدينا أصروا أن تكون موجودة معنا لإحدى الحلقات. نتشرف كتير فيك. وأنا كمان دكتور برهان. رح ندخل بالفقرة الأولى من برنامجنا وهي فقرة حوار المواجهة، مجموعة من الأسئلة رح نطرحها على حضرتك. طبعا مصدر أسئلتنا هن شباب الثورة السورية في الداخل والخارج. لو بدأت معك دكتور برهان بسؤالي عن بدايات الثورة السورية، يعني من المعروف أن الثورة يعني في مجتمع ما عندما تقوم ثورة هذه إشارة أنه في مشاكل معقدة جدا حدثت بها المجتمع هذا، وكان في محاولات من رواد الإصلاح للإصلاح ولكن كل بائد بالفشل، فكان لابد من ثورة يعني تقلب الطاولة على السلطة الموجودة بها البلد. بدي أعرف من الدكتور برهان غليون وهو مدرس في علم الاجتماع، ما هي الأسباب البعيدة والقريبة للثورة، وشو هي يعني شو هي المشاكل اللي كانت موجودة وحاولنا نحلها، شو هي المحاولات اللي طرحت من قبل المعارضة السورية للحل وباءت بالفشل، حتى شفنا أنفسنا بآذار 2011 بحاجة ثورة شعبية. طيب هلأ يعني نحن مو أول مجتمع وأول شعب طبعا عاش ثورة، نحن يمكن هاي أول مرة منعيش ثورة، يعني جيلنا على الأقل ويمكن من أكثر من قرن ثورة اجتماعية بالمعنى الحديث للكلمة، يعني جمهور شعب بينزل بيقول نحن موجودين وإن أهداف وبدنا الحرية وبدنا احترام كرامتنا، يعني احترام حقوقنا اللي بتنتهك حقوقه وما عنده كرامة. شو هي الحقوق اللي خلت الناس يضحوا بأرواحهم، يعني اللي صار في تضحيات هائلة بالثورة السورية. وقت المشاكل بتتفاقم على كل الأصعدة الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية إلى آخره، بصير في شحنة من عدم الرضا. خليني أقول
بتكون دافع للحركة، دافع للتضحية مشان التغيير. أهم شيء بكلمة الثورة اربطوها فيها مباشرة، هي التغيير. ليش بصير التغيير هوس وهاجس عند الناس؟ لأنه وقت اللي بتضل نخبة حاكمة وطبقة حاكمة خلال 10 سنين و20 سنة و30 سنة و50 سنة، بصير في عدم تداول، بصير في احتكار لكل الموارد اللي بيضمها المجتمع، يعني للمناصب وللمال وللثروة وللجاه وللسمعة وللاعتبار، كله بصير محتكر من قبل طبقة لا تتغير، والناس قاعدين عم يتفرجوا عليها. وانتم يعني فكروا شوي شو صار بسوريا، هو هيك الناس قاعدة عم تتفرجوا، وهن بيطلع واحد بينزل واحد، بيطلع الأب بيجي الابن بيحكمه، بيطلعوا على التلفزيونات بيسافروا، والعالم قاعدين كأنهم يعني نكرة، ولا إلهم قيمة ولا إلهم حقوق ولا إلهم كرامة، بس قاعدين يسفقوا لهم يتفرجوا عليهم مثل ما بيعملوا أعضاء البرلمان السوري، يعني اللي هم بيمثلوا تماما نوعية النظام. بمعنى في انسداد في ما خلينا نسميه في التداول، ما بس على السلطة، التداول على المناصب على الاعتبار، يعني في عدم تكافؤ فرص مطلق، وفي سد أمام أي إمكانية لأنه واحد يصير عنده فرصة يطلع تاني ينزل. هذا اللي بيسموه بعلم الاجتماع الحراك الاجتماعي، يعني في دائما فرصة عند الشباب أنه يطلعوا، في عندهم أمل أنه يحسنوا وضعهم، في عندهم. اللي صار ببلادنا واللي هو بصير في كل البلاد اللي بصير فيها ثورة، هو هالأمل بأنه أنا غير شرط وجودي وأنه في عندي فرصة لأطلع، بسموها في أسانسور بحسن أطلع منه وقت اللي بكون بعمل جهد بشتغل إلى آخره، وقف، ما عاد في إمكانية، ما عاد في حراك اجتماعي، ما عاد في أمل، ما عاد في مستقبل. بدك تخضع أنت لإرادي مفروض عليك بالقوة، مش لأنه الآخرين أكفأ منك، لأنه عندهم صار سيطرة على أجهزة الأمن وأجهزة الجيش وأجهزة الشرطة، يعني على أجهزة القمع والعنف. بهالأجهزة بسكتوك وبخرسوك وبياخذوا حقوقك، يعني حقوقك، وبالتالي بيستشري الفساد دون حسيب الأوراق. تماما. الفساد هو تعبير عن انتهاك حقوق الآخرين، يعني اللي بيسرق بيسرق الآخرين اللي قاعدين ما عندهم قدرة أنه يواجهوا السرقة، المسؤولين الكبار. ولا بهالتراكم هالشيء هذا كله، شعور بعدم إمكانية بوقف التداول، مثل المي إذا بتصير مستنقع، صارت الحياة مستنقع وصارت ريحة النظام طالعة وصارت ريحة الفساد وكذا. بدي أقول أنا الشحنة للانتفاضة، الشحنة للانطلاق موجودة عم تتراكم من عقود، مش اليوم، لأنه الشعب عم يخسر ويضطهد وتنتهك حقوقه من زمان. إنما اللي الشرارة اللي فجرت الثورة هي الربيع العربي، هي تونس ومصر. ليش؟ لأنه عطوا مثال فجأة، شو اللي مخلي الناس كانت تسكت؟ الخوف. كان مجتمع الرعب والترويع، والمخابرات شو إلى دور؟ تروع الناس مشان ما يرفعوا راسهم. وقت شافوا السوريين بالبساطة اللي راح فيها 17 يوم، راح بن علي وبعدين وبنو قليل يعني رئيس جمهوري وبعدين مبارك، لأنه الناس نزلوا بتظاهرات سلمية بالساحات وفرضوا التغيير، اكتشفوا تقنية جديدة ما بتكلف شيء. يعني ما بزمانه عملوا ثورات وانتفاضات السوريين ومات فيها ناس كتير، شباب كتير، يعني أكثر من مرة. اكتشفوا أنه في وسيلة، اكتشفوا أنه في منهج بسيط وسهل، وقادرين كلنا ننزل على الشوارع ونعمل مثل ما عملوا التوانسي والمصريون، نغير النظام. هذا اللي أشعر. بدي أرجع معك لنقطة مهمة أنت ذكرتها دكتور برهان، وهي إنه حالة الركود يلي موجودة بالبلد وحالة عدم تداول السلطة اللي كانت موجودة. بيسألنا أحدهم إنه هاي دولة من دول الإقليم تبعنا، دولة عربية شقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة، ما في تداول للسلطة، والمملكة العربية السعودية أو دولة قطر، ولكن ما صار فيها هيك، يعني هذيك ممالك بالمطلق، يعني حتى اسم جمهورية ما عندهم، ومع ذلك ما تعرض المجتمع السعودي أو الإماراتي أو القطري للشيء اللي شفناه بسوريا. إيه، بس أنا قلت مش بس تداول السلطة، تداول الاعتبار، تداول المناصب، تداول الثروة،
إذا أنا كنت بالإمارات ولا حتى بالسعودية كمواطن عندي حد أدنى من تأمين حياتي بدون مشكل، في عندي خدمات، في عندي يعني في تعويض بدي أقول عن طريق السروي المادي الاستثنائي الموجود بدول الخليج. ما منقارن سوريا مثل دول الخليج ولا مصر طبعا ولا تونس، ليش ما طلع بالخليج ثورة وما بيطلع ثورة؟ لأنه في عندهم ريع نفطي كبير لدرجة أنه كل مواطن مثلا في بعض الدول بتعطي للمواطن بيت، وقت بيتزوج بيعطوه قد ما بيسحب الفرد السوري خلال عمره كله، بيعطوه يعني دعم وإلى آخره. فما معقول ناس معيشينهم يعني بقصد مشترين الشعب بالخدمات وبالمصاري بسوريا وبتونس بالمجتمعات اللي ما فيها الريع الكبير أو اللي فيها ريع بس مسروق كليا من قبل. وأنا برأيي بسوريا هاي الحالة، يعني في نفط وفي غاز بالأخري، لكن ما حدا بيعرف حجمه لأنه كله مغطى وسري وبنحط بالبنوك الأجنبية وما بيستفيد منه الشعب إطلاقا. ما هو هذا كمان بيزيد من الشعور بالغبن والشعور بالظلم من قبل الشعب. بقصد لا نقارن أنفسنا بهدوليك لأنه هدوليك عندهم موارد كافية مشان يسكتوا الشعب برفع مستوى معيشته بتلبية حقوقه المادية، مشان هيك هني بسكتوا ثقافيا أنه ما في وإلى آخره. بس في ناس بتروح، في ناس بتروح منح، وفي في في وفي رأس بتدرس برا، وفي ناس بيصير بتتعوض بيعطوها تعويضات سكن وبيعطوها بيوت وبيعطوها حقوق والى اخره، وبعدين ما في تعذيب واعتقال وترويع لانه في مصاري كثير وفي امكانيه لانك انت ترضي الناس بطريقه ثانيه. يعني ما في تداول للسلطه بس في تداول للثروه، في تداول للاعتبار، بيحترموا الناس بيحترموا بعضهم. ما في ناس عاملين اسياد سوى العائلة المالكي يمكن وغام واحد منها، بس مش طبقة كاملة عايشة مثل الطفيليات مثل على جسم المجتمع وعم تنهشوا مثل ما بيعملوا عناصر المخابرات وبعض عناصر الجيش وإلى آخره. والطبقة اللي عايشة بقلب الدولة واللي احتكرت مناصبها من عشرات السنين، هدول كلهم قاعدين مثل يعني الطفيليات، مثل الجراد والأمل عم ينهشوا بجسم الشعب وما عم يعطوا شيء بالمقابل، يعني عم يفقروا عم يضعفوا، بينما هنيك الفرق في فرق كبير. صح، إذا الواقع الاقتصادي كمان بيلعب دور كثير مهم. في معي أنا ذوالفقار من بيت عشور كتب لنا: بسوريا في عهد الرئيس بشار الأسد الطبابة مجانية، التعليم مجاني، المرأة السورية ممثلة في البرلمان في الحكومة، المرأة السورية ممكنة من العمل في كل مجالات الحياة. المحرك الوحيد لما يسمى الثورة كان كون الرئيس علوياً في مجتمع ذو غالبية سنية، واقتضت مصلحة الدولة الارتباط بإيران كمنظر للمقاومة في منطقة الشرق الأوسط. الموضوع طائفي بحت، فلا ثورة كانت ولا ثوار. يعني هذا كلام شو بدي أقول؟ ما بدي أقول تبسيطي لأنه خلنا نحترم كمان اللي قاله أكتر من هيك. وقت الأخذ حافظ الأسد السلطة ما كان سني، كان كمان علوي، يعني بقصد ما حدا شك بأنه شو أصوله الدينية شو مذهبه، لكن دبحوا له الناس دبايح في كل مكان. يعني الشعبية اللي أخذ حافظ الأسد العلوي إذا بدهم يحكوا طائفي ما صارت يمكن قبله إلا لجمال عبد الناصر، ويمكن في شغلات ما عملوا لجمال عبد الناصر، حملوا له سيارته بزمانه وكذا. بس هذا في مدينة دمشق صح؟ في مدينة دمشق رفعوا له سيارته تماما، لكن 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 اللي عملوه الاحتفاء اللي احتفى فيه الشعب السوري وطالعوا يوم شعار طلبنا المدد فأرسل لنا حافظ الأسد، هذا مش الشعار يعني طلع بالمخابرات ولا غيرها، بس صار فيه له تداول والناس فعلا اعتقدوا انه حافظ الاسد حيخرجهم من الفوضى ومن الدكتاتوريه اللي كانت تبع حزب البعث والى اخره، لكن في النهايه يعني عمل شيء سيء جدا. هلا عمل شيء يعني وصلنا لتحويل الجمهورية لمملكي وورثها لابنه، وابنه مفكر يورثها لابنه كمان، يعني حول جمهورية
لا مملكي. هلا وشعار للأبد، شعار للأبد اللي ما انسمع ولا بأي دولة، ولا بأي دولة انسمع شعار للأبد. يعني ما بدنا هلا نحكي عن النظام وكذا، بس بدي اقول كمان نفس القصه، انه هاي قصه الخدمات اللي انه في طبابه ببلاش وكذا، هاي بيعملوها دعايه برا، بس هاي ما بتمشي عند السوريين. لا في ليش؟ مست... ما فعلا كان هيك؟ ما فعلا كان هيك بالبلد؟ لا ما كان هيك طبعا، موجود بالاسم بالكل. يعني انا بقول لك في تعويض عن الولد وقت اللي بيجي 25 ليره سوري. هلا هذا بتقول الولد الوليد الجديد بياخذ تعويض، بس 25 ليره سوري اليوم ما لها معنى، ولساتها يمكن زادوها شوي، بس كانت كمان يعني ما بتعمل شيء، يعني بتشتري له سندويشي للولد هلا، وبتقول لي فوت على المستشفيات، والمستشفيات هي مسالخ بشريه بالمعنى الحرفي. إذا كان فعلا في خدمات لازم يقولوا كم مستشفى بنى النظام في المدن السورية. يعني الشعب السوري وقت الأخذ، وقت إجا حافظ الأسد للحكم، كان بحدود 6 ملايين، اليوم نحن بال 24 25 مليون. المفروض إذا كان في 2 مستشفيات المفروض يكون صار عندنا 10. صحيح، هذا ببين أنه في انفاق على الخدمات. التعليم، التعليم انتم بتعرفوا، يعني انا بعرف اللي عايش برا، انا من زمان بالمناسبه، بس المدارس بدل ما يبنوا مدارس صاروا يعملوا دوامين للاطفال، يعني قبل الظهر بيجي دفعه وبعد الظهر بيجي. هذا مش هاي يعني تدمير للتعليم والى اخره. وبعدين بدل ما يكون الصف فيه مثل كل المجتمعات 20 طالب ماكسيموم 25، في 70 و80 و90. هذا اما تقول لي وبعدين في تعويض عن البطاله، يعني انه بتحسن تعطي شويه مصاري، هذا كله عباره عن مثل تماما عباره عن شكل، يعني مشان يطلع واحد يقول هالحكي، يعني للدعايه وللاعلام. مثل ما بتقول انه في جبهه وطنيه وفي تعدديه حزبيه وفي عده احزاب بسوريا، بس يعني ما حدا عقلاني وبيعرف الوضع بقول انه في حريات سياسيه بسوريا، وانه في تعدديه حقيقيه، وانه في انتخابات حره. اللي بقول هيك يعني بيكون معناته جاي من عالم ثاني. وانا هون بدي اقول شغله كمان للاخ اللي كتب لنا، انه بمنطقه الباديه بمحافظه حمل اللي مركزها مدينه سلميه، اللي هي مدينتي، يعني انا معايش هذا الشيء، معلوماتي مو هي الاعلام، معلوماتي هو الواقع. في معمل واحد لتجفيف الخضار والفواكه والبصل، هذا من منجزات الوحدة السورية المصرية. هلا حتى هذا المعمل قصفته إسرائيل السنة الماضية، ما في ولا معمل بمنطقة تمتد من حما إلى الرقة. في أوتوستراد بين سلمية وحما، هو طريق لسيارة إلى اتجاه واحد، هذا نسميه أوتوستراد. فلا الخدمات، يعني خلينا نحكي عن أي شيء عند النظام إلا الخدمات والإنجاز الاقتصادي، لأنه فعلا صفر. لكن هل نحن عولنا على الثورة دكتور برهان وتفائلنا فيها؟ يعني أنا شاب من شباب الثورة السورية وبتشرف، وشاركنا بالثورة بجامعة حلب، بسلمية، بحما، بساحة العاصي، فعلنا كثير بالثورة، تعشمنا خير فيها. اليوم بعد 10 سنين نحن مو أمام ثورة، ولا أمام نظام، ولا معارضة، ولا تأييد، ولا حرب حتى، ولا حرب أهلية. نحن أمام كارثة، أهلنا بسوريا بكارثة. مين اللي حرف بوصلة الثورة؟ هيك أنا طرف النظام ما كتير بيعني لي، لأنه ما كنا متعشمين فيه، أنا بيهمني الثورة. كيف صارت الأمور؟ كيف مشت لهون؟ شو العوامل؟ شو أكتر عامل حرف الثورة؟ أو أكتر جهة حرفت الثورة؟ هلا أنا برأيي في 3 عوامل ما ممكن نفسر الكارثة، الوصول للكارثة بدون ما أنه نحط أصبعتنا عليها. العامل الأول اللي هو كان مهم بس ما هو الأساسي، هو أنه خلال نصف قرن 50 سنة من حكم مستبد وديكتاتوري وعنيف، وشغلته كان يلم عناصر النخب المثقفة والسياسية ويحطهم بالسجن، لدرجة أنه سموا سجون ومسالخ، ما خلى تنمى، ما نمى بتنظيمات معارضة حقيقية، يعني ما نمت مؤسسات قادرة أنه عندها خبرة وقادرة تنظم وتجمع وتقود. ما هو الشعوب بدها ناس بتقود، وهذا ما بيتكون القائد بلحظة وحدة بيطلع بيرفع صوته بصير قائد، هذا بكون كل هون مثل ما بصير عنا
بينزل بيشوف الناس، بيحكي مع الناس، بيعرف مشاكل الناس، بيعرف يتفاعل مع الناس والجمهور ويقودوا. ببلادنا ما كان في طبقة سياسية، لأنه طبقة سياسية ممنوع أن يكون في سياسي غير الحزب الحاكم، واللي هو نفسه خاضع، ما بينظم الجمهور ولا شيء، خاضع لأجهزة الأمن وبتنظمه أجهزة الأمن. إذن في كان ضعف كبير بقدرات المعارضة السورية على أن تقود ثورة شعبية عارمة. بدها آلاف الشباب الكوادر اللي الفهماني اللي تحسن تحيط فيها وتشتغل معه تتعاون معه. وين راحوا تنسيقيات الثورة؟ طلعت ببداية الثورة تنسيقيات في كل مدينة سورية في كل محافظة، كان هنالك تنسيقيات، هدول وينهم؟ وين اختفوا؟ لا هلا التنسيقيات كمان هاي نحن بلغنا كثير بأهميتها. هلا كانت القيادي شو بسموه نواة صغيرة، يعني اصلا كلهم ما كانوا يجتمعوا، ما عندهم قدره يجتمعوا، كانوا بمدن مختلفه، كانوا يتفاعلوا حول بالانترنت ويعطوا لبعضهم اوامر. وشو كانت قيادتهم؟ كانت قيادتهم انه ينظموا المظاهر، يعني جدول المظاهرات وينقلوا الاخبار من منطقه لمنطقه. بس هاي ما بيعرفوا، ما عندهم خطه ولا يبلوروا استراتيجيه ولا يشوفوا شلون العالم يعملوا تحالفات مع العالم. شو هي السياسه؟ هي تنظيم للقوى، يعني بلورة للشعارات، الأولويات اللي لازم نشتغل عليها، خطط للعمل، استراتيجيات، تحالفات مع الدول، اتصالات مع الدول. لكن ليشو بعدين عملنا المجلس الوطني وبعدين يعني هلأ بنحكي شو السبب اللي فشل؟ كل هاي مشان نحسن نخلق تنظيم قادر أنه يوجه الجمهور. هلا الثوره انتفاضه شعبيه، يعني الشعب ما له منظم، انه ما له كوادر سياسيه بتعرف شو بدها وما بدها. بيعرفوا انه نحن بدنا نخلص من هالطاغوت ومن الكابوس. المفروض النخب المنظمه بالدول، يعني عاده النخبه اللي عندها ثقافه وعندها وعي وعندها فكر وعندها علاقات خارجيه وعربيه، تحسن تلملم نفسها وتنظم شؤونها وتوجه، يعني هاي القياده توجه الناس وتحط لهم خطط للعمل مشان ما يصطدموا ولا يروحوا باتجاهات غلط. هلا مشان مثلا ما ينقسموا، لانه الانقسام انت بتفتت جهودك وقوتك وما بيطلع معك شيء. هلا هذا اول عامل كان عندنا ضعف كبير كثير بجسم المعارضه وبفكر المعارضه وبتفاعل المعارضه مع الشعب وعلاقاته وبتفاعلها بين بعضها، كانت تاكل بعضها اكل. صحيح. العنصر الثاني اللي لازم نشوفه بعين الاعتبار هو اللي ما كنا نحن متوقعينه تماما، اللي هو حجم التدخل الإيراني والرهان الإيراني على مع النظام والتحالف الإيراني السوق، يعني الأسد اللي بين بعدين، يعني انه في دخول هائل وفي مراهنه هائله. واللي طلع عنا تصريح احد قاده الحرس الثوري اللي قال سوريا محافظه 39، محافظه 35 لايران، ولا نسمح بان تروح منها. يعني ايران حاطه سوريا جزء من سموه محور المقاومه في اطار صراعها مع المحور الغربي وتاكيد نفسك مركز سلطة ومركز قوة إقليمية لا يمكن أنه تتخلى عنه. مستعدين يقضوا على الشعب السوري مشان ما تروح سوريا من تحت نفوذهم، مثل ما مستعدين يقضوا على الشعب الإيراني. يعني ما لأنه هني بيكرهونا كسوريين، بس هني بالنسبة لهم المهم الهدف السياسي. وهلأ وقضوا على عدة، يعني على آلاف الإيرانيين اللي انتفضوا، واليوم هلأ في انتفاضة، يعني عم عاملوها بنفس القسوة بنفسه. إذن العامل الإقليمي اللي غزاه بعدين بشكل أكبر الصراع الإقليمي، يعني في إيران من جهة، في الخليج من جهة كمان، يعني خايف من إيران، وبالنسبة له وجود ثورة سورية يعني إذا فرصة لأنه يوازن مع إيران، فدعم الخليج الحقيقة دعموا الثورة السورية. فلا منقول بس دعمهم كان كمان ما كتير منيح، لأنه ما عندهم لا خبرة بالثورات ولا خبرة بالسياسي، وهن نفسهم يعني غير قادرين أنه يعملوا تنظيم. دعموها يعني عطوا أسلحة وعطوا أموال، وهذا بدل ما يفيدنا نحن ضرنا بالحقيقة، لأنه أموال بدون قيادي وتوجيه وتنظيم وضبط للنفقات وكذا بتعمل فساد. نحن حكينا بنقطة وأنا رح وقف معك فيها قبل ما نرجع للإئتلاف وشو صار بالمجلس الوطني وإلى آخره.
بدي أوقف عن نقطة أنت ذكرتها دكتور برهان، وهي أنه الثورة قد تصاب قد تتعرض لانتكاسات، وأنا برأيي السوريين ما من بحاجة ما كانوا بحاجة عرافين ليعرفوا شو مستقبل الأمور وكيف رح يتحرك المجتمع بسوريا بوجود دكتور مثل برهان غليون، أيضا شخصية أخرى الدكتور عبد الباسط سيدة، بس خلينا أنت اليوم ضيفنا فبنحكي عن حضرتك أنت. يعني أنت يعني خبير بالمجتمع وأمراضه وطريقة تحليله والتنبؤ بما ستؤول إليه الأمور عند وجود ضغوطات معينة. ما كنت فعلا مستشرف اللي نحن فيه حاليا؟ ما كنت شايفه؟ مشان هيك ايه كنت شايف جزء منه، اللي بقول شايف كل شيء، لانه حقيقة ما حدا كان بيحسن يقول متوقع انه يمكن لنظام يستخدم الاسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، يعني حرب الابادة هاي بسموها، انه انت بتضرب على المدنيين وبتبيد المناطق كاملة مشان تدفع المقاتلين ضدك انه يطلعوا برا. هذا شيء جديد ما كان حدا بيتوقعه، هذا قلت عنف النظام. إيران ما حدا كان متوقع حجم انخراطها، وهي أول مرة بيبعتوا ميليشيات للخارج، كان يعني نحن ما بنعرف إنه في ميليشيات مسلحة وحرس الثوري موجود، وحزب الله الزراع اللي جاهز مشان يتدخل مباشرة ويستخدم الطائفية أصلاً مشان يعبئ، يعني يعمل الحرب كأنها حرب دينية ولا حرب طائفية مشان يلغوا وجهها التحرري. وما كنا عارفانين كمان انه الروس قاعدين من وراء العناصر الثلاث اثنين، يعني النظام المتوحش وايران اللي عامل يعني في نوع من الاستعمار الحقيقي، سياسي استعماري، والروس اللي بدهم يستغلوا الفرصة مشان يوازنوا، يقولوا للغربيين انه بمنطقة الشرق الاوسط اللي هي ملككم من قرن كامل ما حدا بيتدخل فيها، نحن صرنا عندكم وبأرضكم وبدكم تاخذوا بالاعتبار مشان يعملوا مفاوضات بأمور أخرى. هلأ هذا منعرف جزء منه وما منعرف الجزء الثاني، بس بدي أقول اللي صار هو أنا عارفان أنه إذا ما توحدنا، إذا المعارضة ما توحدت، وإذا ما حسنا نعمل قيادي للثورة مطاع يعني يسمعها، يعني تتفاعل مع الجمهور السائر ويسمعها، نعطيه شعارات انه بدنا نعمل هيك بدنا نعمل هيك، معناتها الثوره حتضيع بمليون اتجاه، هذا ما بدها نقاش. يعني اذا ما انت وحدت الفصائل العسكريه، كل الفصائل بعد فتره حتتقاتل مع بعضها وتتنازع هي نفسها على السلاح، هي المعارضه حتتنازع به، وهذا اللي صار. فلذلك انا كان من اول الثوره انا بقول وكتبت هذا بكتابي على كل انه كان الاتصال مباشرة مع هالمنظمات السياسية، الأحزاب السياسية الصغيرة اللي أنا كنت بعرفهم بزياراتي وكذا، أنه لازم يعملوا جبهة وائتلاف مشان نعمل واجهة كبيرة سياسية معترف فيها من العالم، ونحاول أنه ندافع، تكون صوت الثورة والدافع عن الشعب السائر. قالوا 7 أشهر ما حتى تشكل المجلس الوطني، لا قبل المجلس الوطني ضلوا فشلوا بتشكيل هيئة، وانقسموا بين هيئة التنسيق وبين بيان دمشق، يعني انقسموا صح. بعد شهر أنا لأنه انقسموا كنت عم انتظر أنه هني يكونوا يتوحدوا ويطالعوا، طلعوا هني أعطوا الدرس السيء يعني الانقسام، فحاولنا نلملم الناس نرد نعيد الحوار مشان نخلق المجلس الوطني، وخلقنا المجلس الوطني، لكن المجلس الوطني من أول نشوءه هيئة التنسيق ما دخل، يعني بعدت كانت موافقة وإلى آخرين سحبت. المجلس الوطني كان بادرة سورية منكم أنتم ولا كان فرد من تركيا أو من الخليج؟ 100% 100% ولا لا الخليجيين أبدا، يعني دعموا الخليجيين مثل ما دعموا بعدين كل المنظمات، بس نحن بما درتنا وأنا بشكل أساسي يعني اللي كنت صلت الوصل بين كل الأطراف بما فيهم هيئة التنسيق واللي كانوا موافقين، وعملنا البيان المشترك أنا اللي صرته مشان يكون متفق مع يعني يجمع الجميع بجبهة واحدة. وأنا برأيي حتى اليوم معارضة بهيك ثورة إذا ما اتحدت خسران، إذا ما صار في تفاهم بين كل أطراف المعارضة معناتها حيتقاتلوا مع بعض بعضين، كل واحد حيتنازع مع الثاني النفوذ والتحالفات الدولية. هذا هاي أول وحدة. الوحدة الثانية أول ما
انشق اللواء محمد حاج علي اللي هو كان مدير كلية الدفاع أعلى رتبة عسكرية انشقت، طلبت منه أنه يجي، كنت لساتني رئيس، مشان يجمع الضباط المنشقين ويوجههم للداخل مشان يضبطوا الفصائل ويعطوها هيكلية، لأنه الفصائل كل واحد طلع بقرية وبحي وأخذ معه 10 أشخاص وجاب بفلوس أحيانا تبرعات أهلية معظمها في البداية، وبعدين صاروا دخل الدعم الخارجي. هذا في النهاية ما حيوصل للنتيجة، لأنه هذا لا بحسن تبني عليه خطة ولا بتحسن تبني عليه استراتيجية، كل واحد بروح بصير بعدين وسيلة للسطو والنهب والكذا إذا ما مضبوط بقيادة سياسية حقيقية مش شكلي. فحاولنا أنه ندفع الضباط، ورحت على معسكرات الضباط وهن بيعرفوا وجبنا وتشكل داخل السوري بالداخل فوت بعدين، بس لا كانوا بمعسكرات مخيمات لجوء معظم الضباط بتركيا، يعني بجنوب تركيا بجنوب، وشكل قيادي وعلى أساس أنه حيدنا موعد مشان نجتمع ونوجه الضباط للداخل يقطروا طلع اللي صار. اللي صار أنه قوة ما حدا بيعرف مين اتصلوا بالقاضي بالداخل قالوا له اللي بده يروح يحضر هذا الاجتماع اللي داعي له برهان غليون لن ما عاد يستلم لا مساعدة ولا دعم ولا أسلحة ولا دعم، حنسحب عنه الدعم. كلهم وقفوا بالطريق وبعتوا لنا شيء انه هددنا بانه حينقطع عنا. هذا شو معناته؟ معناته في دول، في الناس اللي عم يساعدوا او في ناس اللي عم يستلموا المساعدات، انا ما بعرف يعني ما بحسن احجزهم، يا اما الدول اللي عم تقدم المساعدات يا اما الناس اللي عم يستفيدوا من هالمساعدات مشان هن يضلوا مسيطرين على نهر التسليح والمال، رافضين انه تكون في سلطة فوقهم، لأنه إذا بده يصير قيادة سياسية بده تنظم التمويل وبده تنظم التسليح وبده يكون عندها يعني خطة للعمل، ما بده تكون كان هني بفضله أنه تضل الأمور فوضى، بيعطوا بالدنيا وبيحتفظوا بالدنيا وبيسلحوا اللي جاي عبالهم يسلحوه القريب منهم وبيرفضوا يسلح. فلذلك فشلنا الفشل الأول في أنه نخلق إطار وطني مستقل ومفتوح على جميع الأطراف، ما بس مش احتكار لتيار سياسي. والسبب أنه ما بدهم يشتغلوا مع بعض، يعني رجعت الحزازات وهي بحكي فيها وأنا مكتب فيها كتبت فيها على كل حال كل بالتفاصيل بالكتاب بعد الكونية. الطرف الثاني في ناس كان أنا برأيي معظم الدول اللي كانت عم تسلح الفصائل المسلحة ما كان بده توحيد، يعني كل واحد عم يسلح على أمل، أنا هذا تحليلي أنه وقت اللي بده يصير، لأنه كان الناس مفكرين أن التغيير حيصير حتما لأنه كان ثورة عارمة، يعني أنه يكون عنده هو فصيل اللي ممكن يكون شو بدي أقول يعني يعتمد عليه كأداة نفوذ، يمشي بأجنداته السورية، يمشي بأجنداته ويكون وسيلته للضغط لأخذ مصالح الآخرين. فمنعوا الدول، منعت هذا. هلا أنا وقت الفشل المجلس الوطني، يعني وقت تقاتلوا الناس بقلب المجلس الوطني وصاروا بعد ما كانوا يقولوا المجلس الوطني يمثلني طلعوا أحزاب مشاركين بالمجلس الوطني يقولوا للشباب اطلعوا اكتبوا شعار المجلس الوطني لا يمثلني أو برهان غليون لا يمثلني، اعتبرت أنه خلص يعني المعارضة دخلت ببعضها، دخلت ببعضها يعني ما عاد عندها وجهة وحدة وما عاد عم تشتغل بنفس واحد وفرطنا. وقت الفرطت قصة إعادة تنظيم الفصائل العسكرية عرفت أنه نحن رايحين بطريق يعني ما في شك أنه خطأ. هلا حسب التصريحات الأمريكية كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعو بالليل والنهار إلى توحيد المعارضة السورية، وفي كتير دول أكدت على أنه التنازع هذا هو سوري المنشأ بالمية مية دون تدخلات الدول. يعني وفعلا أنا بتذكر في الرئيس الأمريكي، عم تسمعني دكتور؟ إيه عم اسمع. كان الرئيس الأمريكي وقتها
الرئيس السابق باراك أوباما يدعو بالليل والنهار إلى توحيد كافة أطراف المعارضة السورية في جسم، حتى المجلس الوطني لم يكن مقبول 100% لأنه أسا كان في أطراف خارج المجلس، فمن هون يمكن بعدين إجا الائتلاف كعنوان أشمل أسا من المجلس الوطني. كانت التأكيدات كلها أنه الخلاف هي من السوريين أنفسهم بدون تدخل حدا فيهم. هلأ من السوريين ما في شك، أنا هذا اللي يعني شاهد عليه. هلأ منين أجيت؟ يعني ما في شيء سحر، ما في شيء سري، بقصد ما في شيء نعرفه. أنا اتفقت على جدول وعلى سياسي واضحة مع الجميع قبل ما أصير رئيس، حتى هن حطوني رئيس مجلس. أنا لا عندي حزب ولا كنت زعيم سياسي ولا طالب مناصب سياسية، كنت موسق أكاديمي وعم اشتغل بجامعتي، بس بأمام تحدي من النوع ما ممكن الواحد يكون إذا عنده رصيد أنه ما يستخدمه مشان يحاول أنه يدفع قضية الثورة للأمام، قضية الشعب للأمام. كنا متفقين أنه كلهم يكونوا بالمجلس مشان ما يقولون اتفقوا والمعارضة مقسمة. بعدين شو اجى؟ اول شيء هيئه التنسيق قالوا انه هذا المجلس في ناس بدهم يدعوا للتدخل الدولي، ونحن كاتبين بالبيان ما في تدخل دولي، يعني حطينا الكلمه المجلس سياسته عدم التدخل العسكري الدولي، وانما نحن مع حمايه المدنيين، وكانوا متفقين عليه. قالوا لا نحن مترددين، وبعدين قالوا لا ما هذا مسيطرين عليه الاخوان المسلمين. طيب انتم بالبدايه ليش ما عرفانين انه الاخوان المسلمين طرف فيه، ونحن بدنا اياهم طرف مشان ما يضلوا كمان نقيض وعندهم اجنده ثانيه واستراتيجيه ثانيه، مشان نوحد خط الثوره ونوحد المسيره تبعنا. تفاجأتوا بعدين انه الاخوان سيطروا على المشهد، سيطروا على المجلس الوطني ولا كمان ما حدا مسيطر على المجلس، كل واحد عم يشتغل لحاله. ما هي وين الانقسام؟ حتى اللي كانوا بقيوا بالمجلس ما نون متحدين. ليش؟ لأنه ما في وعي، ما في إدراك لأهمية إنه يشتغلوا شغل مشترك. الأخوان بالنسبة لهم هاي فرصة مشان يزيدوا من وزنهم كأخوان، مش إنه فهمت شلون؟ يعني هني ما بدهم يسيطروا على المجلس، هني بدهم بس يكملوا مشوارهم يزيدوا من حجمهم فاستثمارهم لحالهم. والغير الأخوان كمان ما هدفهم أنه يتقدموا، هدفهم أنه يكون لهم مواقع أكبر ويكسبوا مواقع أكبر. يعني بدال ما يستثمروا الناس ويضحوا مشان يطوروا الإطار المشترك، يطوروا المجلس، صاروا بدهم يستخدموا المجلس كعباءة كغطاء مشان يبرروا عملهم المنفرد وأجنداتهم الخاصة. يعني الأخوان استمروا بأجندة، والإعلان دمشق عنده أجندة، والهيئة التنسيق عنده أجندة، كما لو أنه المجلس غير ممكن. فخلونا بالفراغ. ليش قدمت استقالتي أنا؟ لأنه أنا صرت بالفراغ، ما أنا بدي يكون في أجندة واحدة. إذا كل واحد تبع أجندته الخاصة ما عاد في شيء تشتغلوا أنت خلاص. هذا سبب استقالة الدكتور غليون، وهذا فينا نقول كمان سبب عدم القدرة على استقطاب الكرد والعلويين في سوريا؟ لا، ما كان مطروحة بهذيك الأيام لسه الكرد والعلويين. يعني العلويين طبعاً لأنه الكرد طلعوا عملوا المجلس الوطني الكردي شيء لحاله. إيه، كانوا كان في حوار مع المجلس الوطني وكانوا مشاركين بالمجلس الوطني وإلهم نائب رئيس وإلى آخره. لا بس كانوا يشككوا عم يشكوا دائما انه بدهم اكثر وبدهم اعتراف دستوري والى اخره، بس كانوا شركاء بالمجلس الوطني مش ما كانوا. والعلويين ما كان في حدا بيحكي علويين وسنة وما لازم يعني نحن عم نحكي شعب سوري بعلوي ومسيحيي ومسلمي، ما في تمييز بين وحتى مش قبائل وعشائر ومناطق. يعني اذا بدي افتح باب انه الدير له تمثيل وحماه له تمثيل وحمص له تمثيل، معناته عملنا ما عاد نوصل للنتيجه اطلاقا. نحن عندنا انه القوى السياسيه الموجوده اللي هي منظمه كقوى سياسيه سوريه مش كممثلين لطوائف، هدول عملنا منهم مجلس وطني. مشان هيك هلا في منهم عندهم اعضاء علويين وسنه ومسيحيه وكذا موجودين كلهم، بس مش
تمثيل للطوائف. هلا مشكله العلويين مشكله كان فيها يعني كان في ما ما ولا بتنطرح بهالطريقه اللي طرحت بعدين وكذا، انه والله كانه صراع علويين وسنه. ما كان في صراع علويين وسنه، كان في صراع ضد نظام. حتى لو كان يعني لو كان بشار الاسد حقيقه مسلم سنه ومتعصب ومتدين، يعني الناس كانوا حيقبلوا انه يقلب الجمهوريه لمملكي جملكيه ويستبيح كل حقوق الناس ويفرض حكم بالحديد والنار وما حدا يجرؤ يحكي، والسجون بيمضي واحد منهم اذا شاب كتب مقال ولا حكى كلمتين ب 15 سنه بالسجن وبتدمر وبغيرها. يعني انتم لازم تقروا قصص السجون، صار في روايات معروفه شفناها بعيوننا. هذا ما نظام، هذا مقصلي للشعب كله. كان يعني لو 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 كان لو كان ابن شو بدي اقول يعني ابن نبي ما حد بيحسن يتحمل النظام اللي فرضوا على الناس. وما زال يعني، وبعدين بين طبيعه النظام وقت صارت الثوره والاستخدام العنيف لوسائل الدمار الشامل. يعني ما في نظام، ما في ديكتاتوريه بدي اقول استخدمت وسائل الدمار الشامل. تماما، بس انا قصدت دكتور برهان، انا قصدت انه النظام مارس ممارساته على كل الشعب، كل الشعب تحرك حقيقة، ولكن الحراك يكاد يكون منعدم في المناطق العلوية. هي حقيقة يعني، هي مو رأيي، هي حقيقة يعني. وإلا ما في، أنا ما عندي ولا مظاهرة بالدريكيش مثلا، ما في مظاهرة بصافيتا، ما في مظاهرة كان بتل سكين إلى آخره. لا، ما هو هاي الضربة اللي ربح فيها، يعني ربح وهو ما ربح شيء في النهاية. يعني هو حسن يقسم حسن يختطف، أنا بقول ياخذ العلويين رهائن لانه هددهم من البدايه انه السنه بدهم يقتلوكم. هو وجه الايديولوجي يعني الدعايه، بمعنى انه هاي مش ثوره للتحرر السياسي ولا لمزيد من الحريات، وانما هاي ثوره للسنه الطائفيين اللي بدهم يقتلوكم انتم العلويين، وما عندكم حل الا تدعموني وتدعموا جيشكم وتقاتلوا حتى الموت. وبكره حيكتشفوا هني يعني، وبلشوا يكتشفوا انه يعني ورطهم، يعني استخدمهم للدفاع عن مملكته واسرته وسلطته الشخصيه الاسريه، وليس فعلا مشانهم. لانه هني اليوم حيضيعوا، هني اليوم خسارتهم اكبر بكثير من خساره الاخرين، وللمستقبل حتكون خساره كثير، وهذا بسبب بشار الاسد. قسم كبير منهم كانوا ضد السياسة، يعني هني دمروا خليط الأزمة لأنه كان قسم منهم ضد هذا السياسي. يعني ما كل العلويين كانوا بسياسة الإبادة الجماعية. صح. لو هلا سألنا دكتور برهام، يعني إذا بدنا نحكي عن كل التفاصيل وكل شيء صار، يمكن نحن بحاجة لسلسلة من الحلقات، ولكن أنا هلا بسبب الوقت بدي أروح فورا لموضوع تصحيح المسار. الشباب السوري اليوم عم بيطالب بتصحيح مسار الثورة. بدنا الثورة اللي نحن طلعنا فيها، اللي هي منتج محصول سوري 100%، آمالنا أحلامنا مستقبلنا دموعنا آلامنا كلياتها بهالثورة. هي ما بصير تفشل، واليوم اللي عم نشوفه بدرعة اللي هي مهد الثورة، عم نشوف شو عم بيصير بدرعة. ما بدنا الثورة تفشل ولا بدنا نخسرها. تصحيح المسار، بدنا النجدة من كل سوري حر وشريف ومميز في الاقتصاد في الإعلام في السياسة في أي مجال. هالثورة بحاجة لأنقاذ ولتصحيح مسار. في الدكتور برهان غليون يوضع تصور أو عنده لسه القدرة والأمل، ولا بينصحنا نضل على اللي نحن عليه ونسكت وخلص؟ لا، الثورة مستمرة والثورة عملت إنجازات كبيرة. هلا بقول لك شو المطلوب يعني، بس يعني ما لازم نفكر إنه الثورات يعني هي ضربة سيف وبعدين بتمر وربحت. الثورات بتهز مجتمعات هز، يعني الثورة الفرنسية صار في ارتدادات واجت الامبراطورية ورجعت الملكية وردد، صار عدة ثورات بعد. ليش؟ لأنه في مرحلتين، تقويض النظام وتدميره سهل يعني، وهذا أنا برأيي السوريين عملوه، بس عملوه بتضحيات هائلة. يعني قدموا من الدماء شيء هائل لحتى قوضوه، هزموا قوات النظام وهزموا الميليشيات الإيرانية ب 13،
وهزموا واجوا الروس لحتى جابوا الروس مشان يعني ينجدوهم بالاخير، يعني بال15 اجوا الروس. فانا والنظام اليوم ما عاد له، صار انقاض حقيقه، واللي لامه هي الدول الاحتلال، يعني هو غطاء اليوم، انقاض تغطي سلطات احتلال مكشوفي، يعني الايرانيين صحيح. والروس بشكل اساسي وكمان فوق بالمناطق الاخرى. فانا برايي النظام السوريين نجحوا بالمرحله الاولى بس بتكاليف يعني استثنائيه هائله بشكل استثنائي، انما اعاده البناء في الثوره مو بس اسقاط النظام وتقويضه. اليوم ما عاد حدا يعني يفكر بالاسد انه رئيس، اليوم هو صار مجرم، ما عاد بعين ما السوريين بعين العالم كله. انما إعادة بناء سوريا جمهورية ديمقراطية بتضمن حقوق جميع سكانها، اللي هو الهدف الرئيسي، هو الغاية، معلق على حل التناقضات اللي خلقت بها الصراع العنيف الاستثنائي كمان اللي صار من أجل إسقاط النظام. يعني اليوم مشان نحسن نطلع من من القصة إنه نحن دخلنا في مرحلة قوض فيها النظام، بس لسه الأنقاض فوق رأسنا ونحن ما قادرين نعيد بناء البلد. يعني نحن ما عندنا الأدوات اللي نعيد فيها بناء البلد، بناء نظام جديد بقصد. بدنا نلملم صفوفنا، يعني هاي بدنا نرجع نفكر نحن إنه كيف بدنا نتجاوز التناقضات اللي شتتت جهودنا وقسمت المعارضة، إسلاميين وعلمانيين وعلويين وسنيين وبعرف شو إلى آخره. هاي بدنا نرجع إلى حلول، هذا شيء استثنائي. يعني هلأ قبل هالشيء بدنا نرجع نلملم نرمم شوي الجسم الاجتماعي اللي أصابه كتير من القروح والجروح، يعني اللاجئين والمهجرين والمعتقلين والميتين المستشهدين بداخل السجون. يعني في أمور إنسانية لازم، والجوع اليوم والبؤس اللي بسوريا هاي كمان مسألة كبرى لازم المعارضة تساهم فيها. الدول عم تقوم بالنتيجة، بس إذا ما في معارضة ترجع تحيط يعني تربط بالشعب من أول وجديد وتنظم القوى، ما ممكن استفدنا شيء. يعني ما ممكن وضعنا الإطار اللي بالمستقبل بده يعيد بناء النظام الجديد. هلأ في المراجعة اللي عم تعملوها أنتم واللي عم يعملوها كتير ناس، وهي مهم جدا مشان الناس يوعوا وين كان في أخطاء وين كان ما لازم نعمل والآخر. وفي بعدين التفاهم الدولي، إذا ما حسننا نعمل قوة سورية مستقلة وطنية يعني متفاهمة، تحسن تتفاوض مع الدول اللي اليوم محتلة أراضينا واللي اليوم عم تتقاتل علينا، يعني عم تتقاتل على الغنيمة، صرنا غنيمة، عم يتقاتل الروس والأمريكان والأتراك والإيرانيين والإسرائيليين وكلهم وكذا، ما حسن نتقدم. فهاي الأمور كلها بدنا نحلها. هلأ حلها هاي ما نسهل، حلها بده إطار، حلها بده قيادة سياسية. أنا برأيي اليوم الخطوة الأولى اللي نحن بحاجة إليها هو وجود نواة قيادية صغيرة تكون تحمل المسؤولية عن التفكير بتحقيق هالأجندة اللي أنا عم أحكي فيها. يعني نواة قيادية من شباب الثورة ولا من السياسيين؟ مثلا ائتلاف وهي التنسيق، من السياسيين عنده حد أدنى من الخبرة والعلاقات الدولية والإمكانية التفاهم بين بعض واتصال مع الشعب، يعني وقادرين أنه يوحوا بالثقة للناس. أي قيادة ما بصير ما بتوحي بالثقة وما بتحظى بالثقة تبع الشعب ما أنا قيادي. بدك قيادي. هلأ شو اللي خلى المجلس الوطني بالبداية ينشط ويحقق مكاسب على المستوى العالمي؟ إنه كان واضح إنه في ثقة كبيرة عند الجمهور الثورة يعني بالمجلس وبقيادته قبل ما يبدأ الصراع داخله وتقويضه من الداخل. بدك قيادي تحسن تحمل المسؤولية. مسؤولية القيادة شو؟ مسؤولية القيادة توجيه الأفكار، الشعارات، الخطط، تحقيق الأجندة على مراحل، التواصل مع الدول، التواصل مع العرب، مع
تأمين الحاجات الأساسية، هذا اللي هلأ لازم نفكر فيه ولازم نشتغل عليه، وأنا برأيي هذا أهم شيء اليوم. ونحن منضم صوتنا لصوتك دكتور برهان، وعم ندعي بالليل والنهار لشباب الثورة نرجع كتلة وازنة بالملايين، يعني كتلة شعبية مؤثرة فعلا مثل ما بلشنا، ومندعي كمان السياسيين يعني يعيشوا معنا، يعني يشوفوا يسمعونا، يعني لأنه واضح مثل يعني مثل في غنية لفيروز بتقول الرعيان الناس بوادي والرعيان بوادي، يعني منلاحظ من التصريحات من السلوك العام انه مش فهمانيننا هني، او نحن ما عم نفهمه، ما بعرف شو القصه. لا هني انقطعوا، يعني هني انقطعت صلتهم بالحقيقه بالقضيه لانه فشلوا. هلا خلينا نعترف، اذا ما كان الواحد عم يعترف ما بيوصل للنتيجه. النخبه السوريه كلها، يعني انا هلا عم اقولها هيك معلش قاسي الفكره، السياسية بقصد النخبة السياسية وحتى الثقافية إلى حد كبير ما عرفت تتفاعل مع الثورة وتمشي معها، ما كانت ضدها، بالعكس كانت عم تصفق لها، يعني ما لأنه ما بدها الثورة، ما عرفت تتفاعل معها، يعني ما عرفت تدخل وتلعب دور وتقود وتتقدم الصفوف وتأخذ المبادرة، هذا اللي ما عرفوا يعملوه، ولليوم لساتهم مترددين وخايفين والى اخره. هلا انا برايي في نخبه جديده، هلا برايي انا لانه ليش ما حسنوا؟ لانه عاشوا خلال حياتهم كلها 50 60 سنه في جو ما في مبادره، في جو مغلق، في جو لقاءات صغيره بالخفاء عن النظام وخوف من النظام وبين دخول على السجن وخروج من السجن، يعني ما عاشوا حياه سياسيه حقيقه فعليه. ما في حياة سياسية، كان في الناس بدهم يدافعوا عن حالهم، كانوا كل هدف النشطاء السياسيين خلال 50 سنة والكوادر هو كيف التحدي، كيف ما يدخل على السجن، كيف ما يدخل على السجن ويتعذب ويضل 20 سنة. هذا ما بيربي خبرة سياسية قيادية، هذا يعني بيخلق كمان نفسي انه كل واحد بعيش لحاله، كل واحد بيكون منكفي على حاله، عم يعيش همه الشخصي. صحيح، وهذا انا اللي كشفته في النهايه، يعني فالتجربه الجماعيه هي تجربه سياسيه، تجربه جماعيه، تعلموا الناس يشتغلوا مع بعض كفريق، واحد بيشتغل هالشغله، الثاني بيشتغل الشغله الثاني، وكلنا واثقين من بعض، وانا بسلمه لانه بعرف انه هو راح يقوم بهالشغله وينجح فيها. ما لقيت هيك شيء، ما كان في شيء. ان شاء الله هلا بعد هالعشر سنين وبعد مليون شهيد ببلدنا سوريا يعني يكون في لا خلص في خبره، يعني ما في شك انه الشعب السوري تحرر بهال، يعني يعني على الاقل في ملايين من الشباب اللي طلعوا من تحت ضغط النظام ومن مناخه الارهابي والترويعي، صح، وصاروا يفكروا بشكل حر منكم، يعني ما بس اللي باوروبا، حتى بسوريا نفسها بالداخل، حتى في الداخل السوري. صحيح طبعا. بدي اتشكرك كثير دكتور برهان، هون خلصت فقرتنا الاولى، هلا رح اتركك مع زميلتي ميديا بالفقره الثانيه فخ المواجهه. شكرا لك كمان. يسعد اوقاتك مره ثانيه دكتور برهان غليون. اهلا فيك. هلا نحن بفقره فخ المواجهه اللي هي بالاسئله الافتراضيه، فرح بلش مع حضرتك بالسؤال الاول. دكتور غليون، لو فرض كنت مسؤول عن صياغة الدستور الجديد لسوريا، إذا أجينا على بند ذكر الاسم الجمهورية أو اسم الجمهورية العربية السورية، أمامك ثلاث خيارات لاسم الجمهورية، ممكن أنت حضرتك تختار لنا خيار: الجمهورية السورية، الجمهورية العربية السورية، أم سوريا الاتحادية؟ أنا قدام هيك شيء بفترض أنه ما في اسم بالنسبة إلي مقدس، هاد أسماء المفروض اللي بوحد الشعب، يعني أو اللي بيقرب إجماع الشعب، يعني بيساعد على أنه يكون في إجماع الشعب، هو العنوان الصح، هو الاسم الصح. فلذلك
أنا ضد إنه يفرضوا اليوم حدا يفرض اسم، هذا جمعية تأسيسية بتمثل الشعب بالفعل، هي اللي لازم تشوف شو أغلبية الشعب بده، هذا مش قرار فردي. يعني أنا ما ب... برأي حضرتك شو الاسم المناسب اللي انت ممكن تشوفه للحالة أنا السورية؟ أنا 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 لو كنت أنا لو كنت يعني إذا أنا كمواطن، لا بحكي كفرد، أنا بسميها سوريا بكل بساطة. يعني سوريا هي اسمها سوريا، الاسم الحقيقي سوريا، الجمهورية السورية ولا سوريا ولا بكفي. ممكن تكون كل شيء، ممكن بعدين الشعب يحط فيها كل شيء، ويمكن يغير بعد فترة ويزيد بعد فترة، يعمل اتحادية، يقل، يعملها لا مركزية، يعملها إلى آخره. بس المهم إنه الهدف هو، وهذا عم أحكي هيك مشان الآخرين اللي عم يفكروا بالموضوع، المهم إنه بهالاسم نحن ما بدنا نبحث عن تأكيد هويتنا ولا تأكيد فكرنا، بدنا نبحث عن ما يساعد على جمع السوريين، ما يساعد على توحيد السوريين، وليس على إنه أنا عربي بدي إياها تكون عربي. يعني هذا ما هو الهدف من التسمية، ولا أنا بدي أعملها اتحادية لأنه أنا بدي يكون عندي شو بسموها منطقة خاصة تابعة إلي وسيطر عليها وكذا. هذا كله معناته نحن لساتنا ما دخلنا بالمفهوم الحقيقي للدستور، اللي هو تعبير عن خلاصة إجماع الشعب، مش عن ما أنا بدي والفريق الثاني شو بده، شو اللي الشعب بيجمع عليه هو الحق. الحق هون ما نو ديني، الحق هون هو توافق الناس. يعني دكتور غليون، لو رجعنا للاسم الأول، الجمهورية العربية السورية اللي هي بعدها وهلا اسم رسمي لسوريا، هل كان منصف للحالة السورية بوجود مكونات مختلفة بسوريا؟ الجمهورية العربية السورية كان اسم منصف للشعب السوري ولا اسم قومي حزبي خلينا نفرض حزب البعث؟ ما بيتناقش الموضوع بهالطريقة. هلا سوريا كان بالبداية وقت اللي تكونت كانت اسمها المملكة السورية، المملكة السورية. بحقبة بالخمسينات صار في ثورة كبيرة قومية عربية، يعني ما بس بسوريا، صارت في موجة كبيرة كتير مرتبطة بروح التحرر من الاستعمار كمان، وبالتكتل العربي ضد، فاستخدمت كلمة عربية بعدين تفيد منها، مشان مو ضد الأطراف الثانية، لأنه يعني الأغلبية كانت عربية بصرف النظر، وإنما بعدين أسيء فهمها. هلأ بهالأزمة، لأنه ما عاد تشير العروبي هون لمشروع تحرري، هو توحيد البلاد العربية، وهذا كان مشروع ممكن يكون مفيد كتير ضد سيطرة أجنبية، وإنما صار ما عاد له معنى بالحياة. يعني صارت عم تحكي كما لو أنه يعني ما عاد، صارت معلقة بالفراغ الكلمة، ما عاد له معنى، وبالعكس أسيئت، صارت تسيء يعني صار في إساءة للعروبي بالفترة الراهنة. هلأ أنا برأيي عم الوقت وسموها يمكن الجمهورية العربية، لأنه أنا تحليلي، لأنه وقت انشقوا عن مصر، عن الجمهورية العربية المتحدة اللي كانت هي يعني وحدة السورية المصرية، ما مشان يضلوا يعني يبينوا أنه هني ما انقطعوا عن الوحدة، يعني ما لساتهم عربي. ومصر سموها مصر العربية، غيروا اسم مصر، كان اسمها مصر قبل الوحدة، صارت جمهورية العربية المتحدة، بعدين عملوها مصر العربية، يعني نوع من التعويض عن انفصال الوحدة. يعني ما له علاقة، بقصد القصة بإنكار وجود الآخرين أو عدم إنكارهم، إلى علاقة بتطور سياسي خص المنطقة كلها مو بس سوريا. وبعدين يعني السوريين علاقتهم بالعروبة عميقة، ليش؟ لأنه
سوريا كانت جزء من الإمبراطورية العثمانية، كانت عثمانية يعني في الأربع قرون سابقة، وكانت مثل يعني كان اللي بيجمع سوريا والعرب مع الأتراك هو الإسلام. كيف بدهم يستقلوا عن بأي سبب؟ يعني شو مصدر الشرعية لبناء سوريا مستقلة عن تركيا؟ إنه نحن عرب وهن أتراك، هيك صارت يعني، مش لنفي إنه في أكراد بتركيا ولا بغيرها، يعني هي تأكيد لحق في إنه يكون عندهم دولة مستقلة عن الدولة العثمانية اللي تحولت بآخر أيامها بعد ثورة سوريا تركيا الفتاة إلى دولة شبه استعمارية، يعني تتريك وإعادة فرض اللغة التركية بالمناطق اللي مثل سوريا وغيرها. فكان رد الفعل إنه، ولذلك ارتبطت العروبة بهوية سوريا، يعني ما ضد آخرين، وإنما سوريا استقلت باسم العروبة. يعني مصر ما هيك كانت، مصر أخذت شخصيتها كمصر من عهد من القرن التاسع عشر، بسوريا ارتبط الاستقلال عن العثمانيين بالعروبة، فما لازم يشعروا الآخرين. بس هذا ما بيعني أنه هاي كانت ضدهم، لا مش صح، لا ضد الشركس، والدليل أنه الجمهورية السورية اللي كانت مستقلة باسم العروبي استقبلت كل الهجرات غير العربية، يعني أرمن وشركس وشيشان وأكراد وغير، يعني كتير ناس إجوا سكنوا بدون، وما كان في تجاههم أي تمييز. وأنا بعتقد أنه بسوريا ما في تمييز عرقي، يعني بصرف النظر عن هلأ شو المظلوميات اللي بيحكوا فيها، بس ما في روح التمييز. ليش؟ لأنه نحن أبناء ثقافي في النهاية إمبراطورية، يعني بقصد بتتعايش فيها أقوام كتير. الإمبراطوريات القديمة ما بتشتغل على القومية، بتشتغل إنه في ضريبة بدهم يدفعوها الناس، يؤمنوا بدهم يؤمنوا ويكونوا شو قوميتهم مش مهم. وهيك كمان الأتراك، هلأ شوفي الأتراك علاقتهم حتى اليوم، رغم انه اجت الاتاتوركيه والقوميه التركيه غليظه يعني، بس يعني علاقتهم مع الاجانب مختلفه عن علاقه الاوروبيه، يعني بيستقبلوا يعني عندنا 300 تقريبا 3 ملايين و600 الف عايشين بتركيا. بقصد نحن تقاليد المنطقه كلها، مش سوريا، منطقه الشرق الاوسط، منطقه سوريا الطبيعيه خليني اقول المشرق، هي منطقة تعددية، منطقة تعددية قومية ودينية ومذهبية، يعني ما تحتمل كثير. دكتور برهان، حضرتك من ايمت منك زائر سوريا، او اخر زيارة لك كانت لسوريا؟ 2010 قبل الثورة بست شهور. طيب لو فرضنا انه حضرتك هلا قدام اعادة قصرية لسوريا، وقدامك اربع وجهات رح اذكر لك اياهم. هي منطقة الشمال السوري اللي عفرين، الباب، عزاز إلى آخره، أم إدلب، أم شرق الفرات، أم دمشق. فشو رح تختار؟ شو رح تكون وجهة حضرتك؟ يعني أنا رحت على إدلب بال 2013، زرته وقت اللي كان ما حدا قادر يزوره، يعني دخلت بالسر، وبعدين طلعت طبعا كان في تصوير. لا أنا برأيي أنا إذا بدي أروح الشام، يعني بيتي ومكاني، وبعدين أنا بحب للشام، يعني ما في مناقشة. هلا إدلب النظام الحالي، نحن عن الشهر السابع بال 2021، نهاية الشهر السابع، لو فرضنا بكرة أنت نازل، ممكن تختار دمشق؟ ممكن، ليش لا؟ بكرة يعني بالوضع الراهن ما حروح طبعا، لا ما بختار شيء. هلا شو بدي اختار؟ السؤال هو لو كان قدام اذا في امكانية للروح على سوريا اليوم، بدي اروح على العاصمة طبعا، لدمشق طبعا. لو حضرتك تسلمت منصب رئيس الائتلاف السوري حاليا كمان بال 2021 من نهايه الشهر السابع، وفي قدامك انت حضرتك مثل ما ذكرت مع زميلي خلدون كثير في ازمات، هلا ازمات خلينا نقول سياسيه، وتسلمت حضرتك رئيس ائتلاف،
فشو راح تكون أولويات حضرتك لتصحيح المسار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ خليني أقول طلب من جميع الأعضاء يقدموا استقالة جماعية وإعادة تأسيس الائتلاف بطريقة مختلفة. الأولوية هي أنه استقالة الائتلاف، استقالة أعضاء الائتلاف. استقالة جماعية. لو طلب منك ترشيح رئيس للائتلاف، فممكن تقدم لنا شخصية سياسية بتعول عليها وترشحها؟ لازم ينتخبون ناس الأعضاء اللي بدهم يجوا يشكلوا الائتلاف من جديد. ما لازم يكون الرئيس باراشوتي نازل بالمظلي وكذا. لا، أنا ما عندي شخصية هلأ أقول مين هو يعني لازم يكون الرئيس. الرئيس هو اللي عنده، اللي بفكر أنه عنده قدرة أكبر أنه يقوم بالدور اللي هلأ لازم يقوم فيه، يعني تواصل مع الدول، تواصل مع الجمهور، تعزيز الثقة بالمعارضة عند الجمهور. يعني شخصية تكون إلى مكاني، ممكن مكاني دولي، ومكاني كمان العلاقة بالدولة السورية القائمة، يعني بالماضي أحد المنشقين الكبار أو شيء، يعني ممكن، بس وصاحب مبادرة. دكتور غليون، لو هلا بما انه ما سمينا اسماء فخلينا كمان بالشخصيات العامه، لو امامك ثلاث شخصيات ممكن تسلمها او تقلد المفاصل الثوريه حاليا، ممكن تعول عليها، فرح تكون شخصيه مثقف ام شخصيه سياسيه ام شخصيه وطنيه؟ فاي شخصيه من الشخصيات ممكن خلينا نقول انه تتسلم مفاصل الثوره السوريه تعول عليها؟ وطني بمعنى أنه عنده التزام وطني أكبر وعنده وعي وطني وبتشتغل على مستوى وطني. طبعاً سواء كانت من أصل المثقفي ولا سياسي، مش مهم، الوطني هي الأولى. السؤال الأخير مع حضرتك بلو الافتراضية، لو فرضنا أنه بإمكانك جذب شخصية من النظام السوري وضمه لصفوف المعارضة، فشو الشخصية اللي ممكن تعول عليها؟ بدي ادور كثير قبل ما الاقيها. واذا اقرب شخصيه لنا هلا ممكن تخطر على ذهنك؟ ما 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 بتصور انه في شخصيه بقيت بالنظام لهلا بعد كل هالمجازر قادره انه تكون، يعني شو بدي اقول، صله وصل بين الشعب المقهور والمدمر وبين النظام، يعني مثل ما انت عم تقول. ما عندي، ماني شايف. شكرا كثير لحضرتك دكتور برهان، خلصت فقرتي لهون، هلا بنروح على فقرة اسمه تعليق معي انا وزميلي خلدون. رجعنا دكتور برهان، ولكن هلا بفقرة اسمه تعليق. رح نعطي أنا وزميلتي ميديا مجموعة أسماء، قد تكون أسماء لأحزاب، لكيانات سياسية، لدول، لمدن، لشخصيات سياسية أو فنية أو ثقافية يعني، ومنشوف شو تعليق الدكتور برهان غليون على هالأسماء. هاي في أحراج كتير، هاي خلدون منشوف، هي هيك الفقرة بتقول. الاسم الأول هو عبد الباسط السعروت الله يرحمه، المعروف باسم حارس الثورة السورية. حبيب الجماهير، فعلا فينا نقول أيقونة؟ أيقونة بدون شك. ما يعني هو أحد أيقونة للثورة السورية ومنفتخر؟ إيه أكيد أكيد، ما في شك أنه ابن الشعب وممثل لروح الشعب وضحى بكل شيء مشان الشعب، يعني أيقونة الثورة بدون شك، وحنجرتها اللي بقيت يعني لليوم صادحة. دكتور، بعد وفاة أو استشهاد الساروت، بتشوف لسه موجود أيقونة كمان خليفة للساروت موجودة حاليا بالثورة السورية؟ ما بصير أيقونة للواحد قبل ما يموت، الأيقونة هي للأموات. طيب لو تعطينا أيقونة تانية غير الساروت الله يرحمه كمان بتشوفها أيقونة الثورة السورية؟ في
سكاف مي ميس كاف، الله ولا يرحمه، سكاف، أيقوني مي سكاف ما في شك. الله يرحمه، تاني كمان شو اسمه اللي كانت فدوى سليمة، مع السارود، سليمان كمان ما فدوى في شك سليمة، اللي كانت تغني مع السارود. الله هلا يرحمه. هلا الأشوش اللي غنى أول أغاني الثورة، شو اسمه الهرموش، الهرموش الهرموش المفروض إنه أيقوني للثورة، لأنه العمل اللي عمله أول عمل هو عمله، ومات بالثورة عمليا يعني استشهد، ما في شك إنه كان عمل بطولي. الله يرحمهم جميعا ويتقبلهم الله من الشهداء. دكتور احكي لنا مدينة حمص. بسموها العادية عادة بالتاريخ. حمص مدينة بالنسبة إلي أنا، مدينة يعني قريبة كتير مني من قلبي، لأنه قد كنت روح على الشام كنت دي إخلاقي بالشام كتير، قد ما في زحمة وفوضى، وكنت أرجع أحتمي بحمص لأنه فيها هدوء وفيها كانت. هلأ ما في شك أنه ما عاد نعرف هلأ بعد 10 سنين من الثورة، بس مدينة كانوا يسموها مدينة الفقراء ومدينة البسطاء. البسطاء مش بالمعنى يعني السذج مثل ما الصورة، بس بمعنى الناس غير معقدين. مستوى العدوانية ضعيف، إيمانه قوي، والناس بيتفاعلوا بيتبادلوا بيتواصلوا بطريقة سلسة ووديعة. حمص بلد وديع، مجتمع وديع كمان. بال2010 وقت حضرتك كنت بسوريا زرت حمص؟ طبعا انا صرت اخر زياراتي لسوريا بروح بقعد يومين بالشام وبرجع بقعد بحمص بكمل، لانه حمص مثل ما قلت لك وديعة، في شعبها وفي شروط الحياة فيها. يعني وأنا بتقول شو أكثر حدث بحمص بكى الدكتور برهان أو ألم عليه كثير؟ حمص صار فيها أحداث كثيرة من بداية الثورة لحد هلا، شو أكثر حدث فعلا أثر بالصميم بالدكتور برهان؟ أنا تأثرت كثير أول ما راح حي باب عمر، باب لأنه عمر، كان الحي هو بداية، ما بس لأنه حي بعرفه وحي حي فقير باب عمر على كل حاله، بس لأنه أول إشارة كان لشيء إجرامي حيتكرر يعني واستنتجت منه يومتها، وحتى طالع كتبت شغلي بالوسائل التواصل الاجتماعي انه، وطلبت انه لازم الثوار ما عاد يتمترسوا بالمدن، لانه هذا النظام بيستخدمها مشان يدمر، ما عنده مشكله انه يدمر المدينه والحي، فيا ريت انه تطلعوا وتقعدوا بمناطق غير مسكونه مشان نحفظها. هذا انا كتبته من هذيك الايام، مشان هيك ما بنسى باب عمر. باب عمر بالنسبه لي كان الدرس، ما تعلموا الثوار للاسف، ما تعلموا منه شيء، درس مهم جدا كان وحاسم كان لازم نتعلم منه، بس ما تعلمنا. للأسف وراحوا للأسف. بعدين يحتموا، راحوا لأكثر من مدينة، وكانت سبب يعني عطوا للنظام، ما في شيء اسمه زريعة. زريعة مشان إنه يدمر ويهجر، وهذا كان هدفه، يهجر أكثر ما يمكن من السكان الأهل. الاسم الثالث معنا هو الشيخ نواف راغب البشير، هو أحد شيوخ العشائر العربية في سوريا اللي انضم للثورة السورية مبكرا، وبعدين رجع مش بس لحضن النظام وإنما للحضن الإيراني. خلينا نقول يعني شو بدي أقول، ما عنده توازن، مش لأنه راح لعند النظام، ومش لأنه عمل يشتغل بالميليشيا لإيران، قبل ما كان عنده توازن، وما كان عنده يعني كان في اختلاط ذهني، أنا برأيي عنده تخبط من قبل الثورة بكتير. أنا شفته بدمشق وعزمني على غدا وقت كنت روح وكذا، وكان متخانق مع إعلان دمشق اللي كان هو عضو فيه، وعم يتخانق معهم لأمور تافهة وما إلى معنى، وجاي مشكلة. يعني ما بعتقد إنه زلمي، شو بدي أقول، ما أنه متوازن،
ما في توازن حقيقي يعني. بيشوفوا البعض، بيشوفوا البعض براغماتي، انه الخطوه اللي عملها هي براغماتيه، ما في، ما حدا بيثبت على يمينه الا الكافر. يعني ممكن تتغير التحالفات بتحصل من اللحظات، في حدا بيشوفه هيك؟ في حدا بيشوفه انه التحالف غير التحالف يعني يعني قلب امبارح 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 الدكتور كمال لبواني عن طريق قناته على اليوتيوب دعا الثوار بدرعا الى التفاهم والتصالح مع الايرانيين، او التنسيق مع الايرانيين، او التهادن خلينا نقول. هلا مشان شو يعني انه يعني مشان هن يعني انا برأيي اعلنوا هن استخدموا سلاح اقوى بكثير، قالوا انه اذا بدكم تاخذوا مننا يعني الاسلحة ولا تفرضوا علينا شروط نحن بدنا نرحل كلنا، افتحوا لنا الطريق مشان نرحل. يعني هددوا بانه ما بيقبلوا لا بعتقد انه هذا كلام هيك يعني كلام شو بيقولوا واحد مانو تحت الضرب، كلام واحد مرتاح. دكتور هلا معنا اسم الجيش السوري الحر، الجيش الحر السوري الحر كان بإمكانه يكون حر فعلا لو توحد، ما عاد والأرض إلا حر، بطل إلا حر. لو صار جيش وطني حر. لا هلا صار فصائل. يعني مشكلة الجيش الحر من أول، أنا ما كنت بالمجلس الوطني من أول ما كنا نستخدم هالكلمة كان فيها غش للناس. ليش؟ لأنه ما كان جيش. أنا عم أحكي عن معرفة دقيقة بالتفاصيل، وكنت شوف رئيسه اللي كان قائد الجيش الحر اللي هو رياض الأسعد. سمينا جيش مجموعة من الفصائل اللي كان لازم نعملها جيش. يعني كلمة استخدامنا لكلمة الجيش الحر غطى على واجباتنا ومسؤولياتنا أن نوحد الفصائل ونعمل منهم جيش. فصار معلش خلي كل واحد يشتغل لحاله. نحن كان يعني الأسعد كان وظيفته يوزع المساعدات مش ينظم ويضبط فيعني أنا بعتقد أنه هاي أحد أخطائنا الكبيري، أحد أخطاء الثورة يعني الكبيري، وأخطائنا نحن أنه ما عملنا جيش حر. يعني جيش بالقصد طبعا أحرار هني، لأنه بدهم حر لأنه عم يناضلوا مشان الحرية مش مشان السلطة، إنما ما حسنا نعمل منهم جيش. وهاي خطيئتنا نحن، خطيئة المعارضة والسياسيين والضباط الكبار. وين صاروا ضباطنا المنشقين دكتور؟ وزعين قسم كبير منهم بتركيا طبعا لأنه عايشين بمخيم لجوء ما طلعوا منه، وقسم بالأردن في مجموعة كبيرة من الضباط الكبار عم أحكي، وفي قسم صاروا بأوروبا يعني بعدة دول أوروبية، وفي قسم كان نازلين. يعني في قسم اندمجوا في النهاية بالجيش الحر وصاروا وقاتلوا معه خلال سنوات طويلة. يعني ما 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 حسنوا ضباط يعيدوا تشكيل نفسهم في قوة منظمة ويشاركوا بالثورة كمان. هاي أحد أخطائنا وأخطائهم. يعني أخطائنا ما حسنا نحن نساعدهم يعملوا هالشي السياسيين والمثقفين، وأخطائهم إنه ما بذلوا جهد كافي مشان يحطوا جهودهم يعني اللي هني شغلتهم الحرب، مش يحطوا جهود كافي يقوموا بالمبادرة الكافية مشان يعيدوا تنظيم الجيش الحر ويعيدوا تنظيم الفصائل المحارب المقاتلة. الاسم الخامس معنا هو الدكتور محمد مرسي الله يرحمه، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق. يعني أنا بعتقد أنه رمز لمأساة الديمقراطية العربية في البلدان العربية. السؤال هون، فعلاً ممكن بناء ديمقراطي بوجود حركات أو أحزاب أو تنظيمات تحمل طابع أيديولوجي قومي أو ديني؟ ممكن إذا صار في تفاهم على حدود استخدام الدعاية الإيديولوجية
في التعامل يعني مع الدولة. يعني ممكن أنا أكون زلمي متدين كتير ومخلص لمبادئ الدينية، بس كرئيس جمهورية أو كموظف في الدولة المفروض أنا ما شوف القانون، يعني المفروض يكون التزامي الحقيقي بالقانون وبالدستور اللي هو شيء مصوت عليه من قبل الشعب واللي أنا المفروض التزامي فيه، التزامي أمام ربي بديني والتزامي أمام الشعب بالقانون اللي صوت عليه الشعب. بالقانون. بس في بدي احكي انا شغله على دور البعث دكتور غليون، على دور البعث لما نقول يا جماعه محافظ درعا مثلا الخدمات فيها، في مناطق كثير الخدمات فيها سيئه، يعني قلنا والله جنوب السودان عم يتقسم السودان الشقيق، يا جماعه محافظ طرطوس انضرب الموسم الزراعي العالم ما معها تاكل هالسنه، ملكة نيكاراغوا شو عم يصير فيها؟ قطاع غزه ما بعرف شو. الاخوان على فكره بالثوره انا لمست نفس الشيء، يعني كنا نقول ادلب في عم بصير فيها مصيبه، بيقولوا لك والله الايغور بالصين عم يتعرضوا لاباده جماعيه ورح نغير بروفايلاتها، والله في عمليه عسكريه للنظام عم يعملها حاليا بعفرين او بدرعا او بدير الزور، بيقول لك والله ميانمار فيها جماعات اراكان مدري شو عم بصير فيها، وشفنا كمان هلا كيف عم بيروحوا مقاتلين تحولوا لمرتزقه، يعني هو كمان بتاثير هالفكر. فالسؤال الكبير وعلى هالخلفيه الشيء اللي عم بيصير بتونس وصار بمصر، انه فعلا يمكن بناء ديمقراطيه بوجود حركات او تنظيمات او احزاب الى طابع ايديولوجي وخصوصا ديني او قومي؟ هذا التحدي اللي لازم نواجهه واللي لازم نلاقي له حل، اللي لسه ما لقينا له حل. ايه لازم يكون في امكانيه، وهذا بيتطلب تنازلات من قبلهم هن وبيتطلب تنازلات من قبلنا نحن. يعني ما بنحسن نحن نعيد صياغه المجتمع مثل ما بدنا، ما بنحسن نحن او نفرض نحن على المجتمع رؤيتنا الوحيده ونقصي الاخرين، بس بنحسن نفرض على الاخرين انه يتفاعلوا مع المجتمع على اسس مشتركه واحده ما تقصى حدا. يعني بنطلب من الاسلاميين انه ما يكون عندهم شيء اقصائي تجاه الاخرين. وهذا اللي انا قلته الالتزام بالقانون، يعني ما المفروض انه انت عندك التزامات تجاه دينك وهذا شيء انساني وضروري، يعني ما لازم حدا يعني لا يتاثر ولا يسيء لواحد عنده اعتقادات دينية أو غير دينية، يعني هاي شغلة خاصة فيه دام ضميره، يعني في ضمير لازم نحترم ضمير الفرد، أما عندما يكون في منصب مسؤولية لازم يحترم قانون الجماعة، قانون المجتمع اللي المجتمع وافق عليه، وكل ويحط اعتقاداته مع جانب اعتقاد له، يعني ما يتخلى عنه وإنما ما يخلطها مع الدستور والقانون. أنا برأيي هذا إذا ما وصلنا له ما حيكون في ديمقراطية. هذا تحدي، مشان هيك عم أقول تحدي، ولازم نشتغل عليه مشان نحسن نعيش مع بعض مسلمين ومسيحيين ومؤمنين وكافرين وإلى آخره في بلد واحد، ويكون كل واحد منا يشوف بالآخر مواطن وليس مسلم ومسيحي وعلوي وسني وإلى آخره. دكتور، الاسم السادس باراك أوباما الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان خنجر بالنسبة لنا بالحقيقة، أنا برأيي إنه أذانا كتير، أذانا كتير، لا ما لأنه أراد إنه يؤذينا، بس باعنا للقاء الاتفاق النووي. وأنا وقت كنت لساتني يعني أظن لساتني بالمجلس استئت كتير جدا من تصريحه أنه تهديده للأسد أنه ما يستخدم الأسلحة الكيماوية، لأنه اعتبرته عم يحلو استخدام الأسلحة غير الكيماوية اللي كانت يعني أفتك من الكيماوية، يعني البراميل المتفجرة والدبابات والمدفعية اللي تهجم على الأحياء والمدن. فأنا بعتبر أنه كان وبال فعلا على الشعب السوري، على الثورة والشعب السوري. طيب مين الرئيس الأمريكي بأن بخلال الثورة السورية باراك أوباما، دونالد ترامب وهلأ جو بايدن، مين أكثر شيء كان ممكن أو ساعد فعلا الثورة السورية؟
ولا ثلاثتهم بس داروا لمصالحهم، مصالح أمريكا، وبعد الثورة وباعوا الثورة. ما حدا منهم فكر جديا بالثورة السورية، بالشعب السوري. لا، ما بدي اياهم انه يكونوا، ما بطمح انه يكونوا مع الثورة، مع ثوريين ولا، بس على المستوى حتى الإنساني، يعني ال 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 شو يعني، يعني الوقوف ضد قتل المدنيين، هاي ما أنا ثورة، حتى لو كانوا المدنيين أعداء المفروض إنه ما يسمحوا بقتلهم. ما قاموا لا 3 رؤساء ما قاموا بأي إجراء مشان يحد من قتل المدنيين والانتهاكات الصارخة لحقوق السوريين. فأنا بعتقد إنه ما إجانا شيء له معنى، يعني ما إجانا دعم حقيقي سياسي، بقصد من أهم دولة، من أعظم دولة في العالم، ما في شك للأسف. لو سألتك دكتور عن قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم قسد، يعني أنا بعتقد إنه استراتيجيتهم كانت حتى الآن عم يتخبطوا للأسف. بعتقد إنه القضية الكردية، لأنه يعني لعبت بأفكارهم، فكرة كلنا أصبنا فيها في فترة، يعني بقصد العرب وغيرهم، إنه قومية كردية وكردستان الكبرى. وأنا كتبت بكتابي موجود الشيء، قلت لهم يومتها بالنقاش، يعني أنا بتناقش معهم إنه أنت الأكراد سوريا ما بيحسنوا يحملوا عبء الحرب لتكوين كردستان الكبرى، حتسحقوا حالكم بالموضوع. يعني حاطين أنتم مجموعة صغيرة ومحصورة، وفي تركيا وفي إيران وفي سوريا وفي العراق، يعني ما بتحسنوا هلأ تخوضوا هالمعركة، لأنه حتنعكس عليكم سلبا. وأنا برأيي أنه انضروا الأكراد من السياسي الطموحة جدا، خليني أقول، ما بدي أقول شيء تاني، وحرق المراحل، يعني سياسة حرق المراحل وكذا. أنا برأيي كان ببساطة وبدون حتى صراع وبدون تحويل الشباب الأكراد كلهم لميليشيات ولا جنود ولا محاربين، كان ممكن أنه يحصلوا على حكم ذاتي ولا إدارة ذاتية بالمناطق اللي فيها أغلبية كردية، وما كان في أي سوري لا قومي ولا غير قومي معارض الموضوع. بس دكتور بيقولوا لك انه قسد ما عنده فكر انفصالي، او حتى بيانه السياسي لا يحمل الانفصالية، وكمان بيقولوا انه تشكل قوات قسد تشكلت عسكريا اكثر وطلعت اكثر بوجود التحالف الامريكي لمحاربة داعش وقتها بمنطقة شرق الفورات ومنطقة مثلا الرقة او مدينة الرقة. أنا فهن هذا الحكي اللي عم نسمعه دائما من قوات سوريا ما الديمقراطية. حكيت عن انفصال، ما ضروري إنه الانفصال، يمكن ما فهم. بس الاستراتيجية والعمل كمان على، يعني ما في شك إنه الفكرة القومية كانت فكرة أساسية، رغم إنه هني بيقولوا نحن ما قوميين، وهن يعني في خليط من أفكار تانية، بس الدخول في فكرة كردستان الكبرى والغربية والشرقية وإلى آخره، يعني ضوعت أبرتهم شوي، بوصلتهم شوي، وخلت الناس يشكوا فيهم. يعني ما كان في ضرورة، ما كان في حاجة لرفع شعارات تشكك بقية السوريين بنواياهم. هلا أنا ما بدهم ينفصلوا، بس 3/4 السوريين غير الأكراد بيعتقدوا، وحتى الأكراد بيعتقدوا إنه هن عم يشتغلوا مشان الانفصال في المستقبل. ليش؟ يعني ليش تلعبوا لعبه تشككوا الناس بنواياكم، او تخلقوا رد فعل سلبي تجاهكم، وانتم قادرين تاخذوا شيء مهم وحقوقكم بدون بس انا برايي انه كان للاتراك، اللي للاكراد الكرد الترك، يعني اللي هن خسروا معركتهم دور كبير، بدهم يعوضوا عن خسارتهم بالشمال السوري، ورطوهم. هلا انا هاي قناعتي انه اكراد الحزب الكردي، اللي هو يعني بالاساس الحزب العمال الكردستاني، فكر انه عن طريق سوريا ممكن، عن طريق يعني العمل على الارض السوريه، ممكن يشوف يجدد الحرب ضد الاتراك، يعني يخلق موطئ قدم مشان يكون
وملجأ في حرب ضد تركيا، ضد يعني مشان الاستقلال بتركيا. بس يعني الأتراك ما نن بقصد أغبياء وشايفين هالشيء واعتبروا إنه هاي قضية أمن قومي واحتلوا. يعني كانت نتيجة هالسياسي إنه احتلوا الأتراك تقريبا يعني شريط لعشرين كيلومتر ويمكن يزيد على حدود الشمالي، وطالعوا الأكراد من كل المناطق اللي إني كانوا أغلبية فيها المناطق للأسف السكنية، حفرينه وحشروا رأس العين. ودفشون على مناطق أصلا عربية 100% مثل الرقة والدير وإلى آخره، يعني حطوهم بوضع حرج تجاه السكان العرب اللي موجودين هنا. يعني عملوا شغلي تصليحها حيكون صعب كتير. يعني هذا اللي أنا برأيي إنه المبالغة كانت بالطموحات بتدل على إنه ما في وعي سياسي كبير، بتدل على أنه اللاعبين الكبار اللي كانوا بقنديل ما كانوا أخذين بعين الاعتبار مصالح أكراد سوريا، بعكس ما هني متصورين. دكتور، الاسم قبل الأخير جامعة الدول العربية، وكمان في عندي تعليق قبل ما أنه أسمع تعليقك دكتور. الشباب السوري بمعظمه عم بيقول شكراً لجامعة الدول العربية أنه وعدنا جنباً إلى جنب مع حزب البعث، لأنه الأمة العربية، أنه وعدتهم أنه الأمة العربية هي كيان موجود فقط في الخطابات، وهي اللي دفعت الشباب للبراغماتية السياسية، متسلحين بالروح الوطنية والروح الوطنية فقط. فهلأ تعليق حضرتك على جامعة الدول العربية. يعني أنا برأيي الجامعة العربية أوجدوها مشان ما تكون في أمة عربية، مش العكس. يعني مشان يعوضوا عن سياسة الانفصال، خليني أقول، والتقوقع كل دولة لحالها، فعطوا للجمهور اللي بيشعر في انتماء لعروبي وثقافي وكذا، عطوا تعويض صغير إنه نحن مجتمعين في جامعة يعني عبارة عن هيكل عظمي بدون معنى، بدون محتوى. هيك العظم بدون معنى. لو سألتك دكتور عن رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الحالي، تعليق. يعني أنا برأيي بالرغم من إسلاميته يعني الواضحة، يمكن هو أكثر رجل قومي تركي، يعني قومي قومي تركي. تركي واضحة حتى في إسلامه، في إسلاميته، يعني في أسلمت أو تدينه، ما توجه بشوف إلا الإسلام. في بعض بيعتبروه رمز للقائد الناجح، أنجز لتركيا خلال فترة زمنية قصيرة، أنجز لها يعني إنجازات ضخمة كبيرة كتير، لا بغض النظر عن دوره بسوريا، بس فعلا يعتبر نموذج الرئيس أردوغان. نموذج بتركيا. ما هو يعني نجح بتركيا لأنه بيستجيب، بيرد على تطلعات ومطالب ومستوى تطور كمان. يعني ما في شك إنه العشرين سنة اللي هلأ صار لهم بالحكم طورت تركيا تطور كبير، لكن يعني هذا ما بيعني إنه يعني في ممكن نفس النموذج يتطبق ببلد تاني. يعني هذا مش نموذج، ما في شيء اسمه نموذج بيتطبق ببلد تاني، كل بلد إلى خصوصيته وشروطه بالنسبة وشخصيته. لسوريا، كان بالنسبة لسوريا فعلا كان أخ، وسمى مهاجرين وأنصار والسوريين والأتراك إخوة، فعلا كان أخ لسوريا وللثورة السورية. لا، كان سياسي ولا يزال سياسي محنك. هاي سياسي، هاي مش دين، هاي سياسي. يعني انت وقت اللي بكون عندك طموح انه تلعب دور، بدك تستخدم الادوار اللي انت يعني الكلمات اللي بتسمح لك تلعب هالدور. سوريا بلد مهم بالعمق، بلد مهم رغم انه اليوم نحن محطمين يعني، لكن بلد مهم، بلد يعني محور ومركز مهم كتير بالتواصل بين مناطق كتير، بين الخليج وأفريقيا وآسيا وإلى آخره. طبعا إذا ما حيقطع العلاقات. دكتور، بما أنه حكينا عن تركيا وزميلي سألك عن تركيا، ممكن كمان تعليق عن إسرائيل؟
إسرائيل، يعني أنا بعتقد أنه ما في تغيير بموقفنا من إسرائيل. إسرائيل إما بتعطي، إما بتقبل بأنه تعطي للفلسطينيين، هذا الرد الفعل المباشر. على الأقل الدولة اللي وعدوا فيها، يعني ما حل الدولتين اللي الأمريكان نفسهم هن اللي صاغوا، أو بتتحول لأبرتايد، لدولة تمييز عنصري على طريق على شكل جنوب أفريقيا، وهي ماشي نحو التمييز العنصري. طيب نحن بالآونة الأخيرة سمعنا في معارضين سياسيين دعوا للتحالف مع إسرائيل، وكان منهم الدكتور كمان لبواني، وحتى أنه كان زار إسرائيل بفترة ما. هلا في كثير من المعارضين يعني فكروا للحظة يمكن انه مثل ما فكر النظام على الأغلب، انه اللي بيحمي، اللي ممكن ينقذك هو إسرائيل، بس ما عرفوا انه بشار الأسد لاعب لعبة إسرائيل قبل ما هن يلعبوها. يعني انه نحن بالصداقه معكم ساعدونا، ما نحن ما بدنا صداقتكم، لانه نحن حاطين النظام، يعني تقريبا اللي انتم عم تصوروا ضده، شو بدي فيكم انتم؟ تعوا بس اذا حابين تجوا لعندي اهلا وسهلا فيكم، يعني بزيد زياده الخير تسويق، خير. بصير تسويق اكثر لاسرائيل بالشارع السوري، خلينا نقول. طبعا ما في ضرر يعني لاسرائيل. هاي كانت أسئلتنا لك بفقرة اسمه تعليق، وهيك بتكون انتهت الحلقة دكتور برهان غليون. الحقيقة مستمتعين وما حابين يعني الحديث يخلص، ولكن أهلا، ما بدنا نطول عليك أكثر من هيك. وأنا انبسطت فيكم والله، وإن شاء الله بصلنا لقاءات تاني. إن شاء الله. شكرا جدا لحضورك معنا دكتور برهان غليون، أغنيت حلقاتنا وأغنيت البرنامج، يعطيك ألف عافية. شكرا، شكرا لكم جميع، وتحياتي لرفقاتكم لرفاقكم والآخرين اللي كلهم اللي بدهم يشاهدوا الحلقة. بيوصل شكرا إن شاء الله. أهلا دكتور.